إسهاما في ضبط الإجازات المرضية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، أطلقت وزارتي الصحة والخدمة المدنية خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية لموظفي الدولة من خلال منصة الخدمات الصحية التي تتيح للمنشآت الصحية العامة والخاصة إدخال الإجازات بشكل إلكتروني بدلا عن ختمها من الجهة المصدرة. الخدمة سوف تكون متاحة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وسوف تكون كذلك متاحة لجميع الموظفين الدولة ولاحقا حتى في موظفين القطاع الخاص. الهدف حقيقة التسهيل للموظفين بشكل عموم كما ذكر بصاحب المعالي إيصال بياناتهم وبيانات الإجازة للجهات المستفيدة، وكذلك الجهات المستفيدة تعرف عن إجازة مسبقا وتعمل على إيجاد البديل. أتمتت إجراءات الإجازات المرضية تهدف إلى رفع جودة البيانات وتوفرها بشكل سريع، التحول من الإجراءات الورقية التي يكون هامش الخطأ فيها بشكل عالي عن الإجراءات الإلكترونية. الهدف هو ليست حقيقة متابعة الموظف أو الموظفة، ولكن هدفنا الأهم هو تحليل هذه البيانات والاستفادة منها من خلال تعديل ما يمكن تعديله سواء في إجراءات أو سياسات أو غير ذلك، لتفادي يعني أي مشاكل قد تكون موجودة. التعاون المشترك بين الوزارتين هو في سبيل خطة التحول الرقمي، حيث أعدمت اليوم آخر إجازة مرضية حكومية، ستتيح المعلومات قاعدة بيانات مهمة لرصد المعلومات المتعلقة بوزارتي الخدمة المدنية ووزارة الصحة. معاذ الجديد، الرياض.